عسلمة عسلمة، اليوم باش نحضر مع بعضنا الجريوش. كما تشوفوا لهنا عملت جريوش سهل بدون طابع في شكل جديد. هذه هكا وصفة سهلة، وبالطبيعة الجريوش غنية عن التعريف، يعني من الحلويات اللي نحبوها ونعتمدوها في شهر سيدي رمضان وحتى في سير الأيام. أول حاجة باش نعملها باش نحضر العسل. العسل متاعي اللي هو الشربات، خذيت كيلو سكر باش نضيف عليه 350 مليلتر ماء، ونحرك حتى يذوب هكا السكر شوية. ومن بعديك باش نعصر عليه نص كعبة قارص اللي هو الحامض، وما في الأخر نرمي هذيك كعبة القارص لهنا كيما تشوفوا، ونخلي العسل متاعي يطيب. الحقيقة انا العسل ديما نطيبه قبل بنهار كيما تشوفوا لهنا، باش معناتها يقعد ونقول احنا والغدوة حي نشوفوا اسكو العسل متاعي مريقل والا تسكر والا حاجة يعني، والا رجع حبيبات والا حاجة. الحقيقة انا نطيبه بالطريقة هذه، ديما العسل متاعي يجيني ما شاء الله يعني ناجح كيما تشوفوا هكا. نحرك تويكا حتى شويه مش برشا، وبعد كده نحطه على الغاز يغلي حتى لين يطيب العسل نتاعي كومبليتوم لهنا كيما تشوفوا. نتعديو توا للمقادير وطريقه التحضير نتاع الجريوش. عندي شويه خميره حلويات، عندي شويه قرفه، شويه كركم، شويه بسباس مرحي والا نافع. انا الحقيقه ما نحبش برشا المنكهات، نحبها يعني شويه هكا شويه شويه من كل حاجه. عندي شويه خل، عندي نص كاس عطر شيا، وعندي تحبوا تعملوا زهر والا عطر شيا بتبيعوا للمتوفر عندكم. وعندي لهنا كاس مخلط بين زيت وزبده، الزبده ذوبتها حتى للي ولات كريم كريم بر نوازيت، يعني مش كريم بر نوازيت، يعني حتى حمرت شويه الزبده. وعندي كيس جلجلان مرحي هو ني ماهوش مقلي، وعندي كيس ما بتبيعه في الاخر باش نلم العجينه باش نحطه. عندي 500 غرام فرينه باش نحط المكونات الكل مع بعضهم ونلمهم مع بعضهم، ونقعد نضيف بشويه بشويه في الماء ونلم حتى لني تحصل على عجينه متماسكه، يعني عجينه الجريوش. ان شاء الله يعجبكم الفيديو متاع اليوم. ما تنسونيش في لايك، واللي اول مره يشوف قناتي اذا عجبتك بالطبيعه نقول لك اشترك وفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. ولهنا نكمل نضيف المكونات الكل مع بعضهم ونحرك كما قلت لكم ونلم. خليكم مع بقيه الفيديو، مشاهده طيبه.